أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة كيف تفوز في أقل من 20 نقلة؟ هذه السلسلة هامة للغاية لأنك ستتعلم النقلات الصحيحة في الافتتاح وكيف تستفيد من أخطاء الخصم وكيف توقع به في فخ عميق أو بالعكس كيف تتخلص من هذا الفخ. ولكي نعظم الاستفادة من كل فيديو سنضيف في البداية موقف نهاية الدور، والفقرة التالية سيكون موقف تكتيكي مع سؤال، ونبدأ في الفقرة الثالثة وهي الفقرة الرئيسية وتتكون من دور قصير ونتعلم منه شيئا جديدا خاصة في الافتتاح، وفي النهاية إجابة نهاية الدور، ثم نختم الفيديو بإجابة للموقف التكتيكي شعار هذه القناة الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. سلسلة كيف تفوز في أقل من 20 نقلة فيديو رقم 5، وضفنا في هذا الفيديو بطل العالم الأسطوري كاسباروف، وحنشوف دور الشهير مع أناند في دورتموند 1992 وكيف فاز عليه في 17 نقلة. وقبل ما نبدأ بفقرة الإهداءات، تعال نتذكر إجابات أسئلة الفيديو السابق. وينور لعب النقلة الصامتة G6. النقلة المفتاح للأبيض هي بيشوب F4. شتاينيتز بدأ بالتضحية الرائعة كوين تيكس E7 تشيك. إهداء الدور القصير أحمد فهمي ومحمد رجب ويوسف مصطفى والعلم والإيمان، وده أول مرة معانا، والاسم الأستاذ عاطف. أما إهداءات النهايات فعبد الكريم عبد الحق الفائز المستمر، وأحمد فهمي أيضا، وبشمهندس محمود طه، وحمزة نوفا، وأبو زينب. إهداءات فقرة التكتيك عبد الكريم عبد الحق ووليد سعد وأبو زينب وبنصر محمد وكلاش وزيو. ودلوقتي نبدأ فقراتنا بسؤال نهاية الدور. في نهاية الأدوار وزير الدرخ، الأبيض بيعاني كثيرا حتى يفوز، ولكن لها طريقة معروفة منذ البداية ذكرتها في سلسلة أساسيات الشطرنج، ولكن في هذا الموقف الأبيض قطع معظم الطريق للفوز وتبقى له بضعة نقلات صغيرة. لو الأسود في هذا الموقف كانت له النقلة فالأبيض يفوز بسهولة. مثلا لو الأسود اعتمد النقلة الأولى بروك A8 تشيك، الأبيض حيستمر بكينج B6 روك B8 تشيك، وهنا الأبيض حيلعب كينج C6 والملك بياخد المقابلة، والأبيض بيهدد بكش مات بأكثر من طريقة، مثلا كوين A8 تشيك ميت أو من العمود بكوين C7، والرخ ليس لها أي دور في منع هذه الكش مات. ولكن لو اعتمد الأسود منورة الهروب بالرخ مثلا إلى أقصى مربع وهو روك B1، الأبيض أيضا سيفوز بإعطاء شوكة للملك والرخ بمنورة مثل كوين E6 تشيك كينج C7 كوين F7 تشيك. لاحظ أن الوزير بيوسع مجاله حتى يستطيع إعطاء الشوكة، وبعد كينج B8 كوين G8 تشيك كينج C7، وهنا الأبيض حيفوز بكوين H7 تشيك بشوكة للملك والرخ والأبيض حيفوز. والفكرة دي هي الفكرة الرئيسية اللي بنطبقها، ولكن ربما تختلف النقلات حسب موقع الملك والرخ على الرقعة. إذن الفوز والأسود له النقلة لن يمثل أي مشكلة، ولكن هناك مشكلة لو كانت النقلة الأبيض، وإنت عليك أن تصل للنقلة المفتاح للفوز، والخمسة الأوائل اللي حيصلوا للنقلة لهم إهداء في الفيديو القادم. الفقرة التانية هو سؤال موقف تكتيكي. الموقف ده حدث في أحد مباريات كاربوف اللي بيلعب بالأسود، وهنا لعب نايت C6 طالب البيدة بالحصان والوزير، وهنا الأبيض عليه إن يحمي البيدة ولكنه ارتكب خطأ فادح ولعب E3، وبالنقلة دي قطع حماية الفيل عن المربع D2، ولذلك انتهز كاربوف الفرصة ولعب بيشوب B4 تشيك، والأبيض دافع بنايت B D2. وهنا وصلنا للموقف التكتيكي. كاربوف له النقلة ويستطيع الفوز بقطعة، فهل يمكنك الوصول للنقلة المفتاح؟
أول 5 يصلوا للنقلة الصحيحة لهم إهداء في الفيديو القادم. والفقرة الثالثة وهي الرئيسية هنستعرض الدور قصير كاسباروف بالأبيض ولعب نايت اف 3 دي 5 سي 4 سي 6 دي 4 نايت اف 6 نايت اف 3 وهنا الأسود لعب دي تيكس سي 4 وبكده وصلنا لأحد المواقف المعروفة في الدفاع السلافي. الأسود بيتخلى عن الوسط لكن بيعوضه بلعب قوي ونشط من القطع وبيهدد ببي 5 ويحمي البيدة ولذلك كاسباروف لعب اي 4 وبيمنع النقلة بي 5 لكن الأسود استمر في اللعب النشط ببيشوب بي 5 والأبيض لعب اي 3 بيفتح للفيل من أجل استرداد البيدة وأناند ما زال مستمر في التعبئة واللعب بنشاط ولعب اي 6 بيفتح الطريق لتعبئة الفيل وكاسباروف أخذ البيدة وأصبح متعادل ماديا لكن الأسود كمل بيشوب بي 4 وبيربط الحصان على الملك وبعد كسل الأبيض لعب كوين اي 2 نايت بي دي 7 وهنا كاسباروف أخذ المبادرة ولعب نايت اي 5 الحصان بياخد موقع جيد في الوسط وفي نفس الوقت الأبيض بيحضر للعب الاف 3 والاي 4 وطرد الفيل مع السيطرة على الوسط والأسود كمل بروك اي 8 روك دي 1 كوين سي 7 نايت تيكس دي 7 كوين تيكس دي 7 وهنا الأبيض لعب اف 3 وبيهدد بلعب الاي 4 والسيطرة على الوسط وأقص المبادرة ولذلك أناند لعب أحد الألعاب المتهورة نايت دي 5 يبدو على هذه النقلة أنها نقلة قوية لأن الأسود أصبح بيهدد بتكسير الحصان والأبيض بياخد بالبيدة وهنا الحصان بياخد بشوكة للوزير والرخ والأسود حيفوز لكن كاسباروف بدأ الألعاب النارية أو فلنقل بدأ الألعاب الخفية ولعب نقلة ساحرة نايت اي 2 الحصان تراجع ببساطة وترك كل القطع السوداء بتعاني من مشاكل الأبيض بيهدد أولا بالفوز بقطعة بأخذ الحصان اللي حامي الفيل ثم الفوز بالفيل أو ربما يلعب اي 4 بشوكة للفيل والحصان والأبيض حيفوز ماديا والأسود أصبح في موقف حرج للغاية لكن وجد الحل السعيد ولعب بيشوب اف 8 والفيل ابتعد عن الخطر لكن الأبيض ما زال له تهديد بلعب الاي 4 بشوكة للفيل والحصان لكن أيضا الأسود وجد الحل السعيد ببيشوب جي 6 ودلوقتي الأبيض لو أخذ الحصان الأسود هياخد سعيدا بإي تيكس دي 5 بيكشف هجوم على الوزير وفي نفس الوقت طالب الفيل والوزير لازم يتراجع وهنا الأسود هياخد الفيل وبعد كوين تيكس سي 4 وهيخرج الأسود بموقف أفضل كثيرا لأن لدي ميزة زوج الأفيال والأبيض بيعاني من وجود بدأ معزول على العمود دي ولذلك كاسباروف بالطبع ما أخدش الحصان والجميع بينتظر أن يبتعد بالوزير عن العمود E للمربع F1 مثلا أو للمربع D2 لكي يبتعد عن خطر الرخ ولكن كاسباروف لعب مرة أخرى بهدوء نقلة ذكية وكمل كوين E1 واستمر الوزير على نفس العمود مع الرخ وأناند مطمئن لأمان الحصان ولذلك كمل غافلا F5 وهنا ولدهشة أناند الشديدة كاسباروف أخذ الحصان وبعد تفكير قصير أناند سلم لأنه هيخسر قطعة لا محاله لأن مثلا بعد النقلة الوحيدة E takes D5 طالب الوزير وطالب الفيل هنا أصبح للأبيض حل بسيط لإنقاذ القطع وهو بيشوب E2 والفيل بيبتعد عن الخطر وفي نفس الوقت بيبعد الخطر عن وزيره أمام الرخ والأبيض حيخرج فائزا بقطعة ولذلك في الموقف ده أناند سلم وهنا عرفنا ليه النقلة كوين E1 تتسم بالخبث والذكاء إلا رغم أنها أبقت الوزير مع الرخ على نفس العمود إلا أنها أخلت المربع E2 لرجوع الفيل وإنقاذ الموقف ولا شك كاسباروف كان سعيد بالفوز السريع.
وخاصة على بطل العالم وصديقه اللدود أمان. ودلوقتي نبدأ في الإجابات بإجابة نهاية الدور. لو الأبيض دون نقلة هيعتمد بنورة مختلفة، وهيبدأ بالنقلة المفتاح كوين اي ايت تشيك، والملك ليس لديه غير مربع واحد وهو المربع سي 7، وهنا هتجي النقلة التانية الأهم وهي كوين اي 5 تشيك. الوزير بيتعمد إعطاء الكش من الوتر، ودلوقتي الملك لا يستطيع الابتعاد وإلا هيخسر الرخ، ولذلك لا يوجد لديه غير مربع واحد وهو مربع سي 8. وهنا الأبيض هيلعب كوين اي 7، وهنوصل لنفس الموقف اللي شرحناه مسبقا، النقلة للأسود وهيلعب والأبيض هيفوز. وأخيرا وصلنا إلى إجابة الموقف التكتيكي. كربوف لعب النقلة الرائعة جي 5 طالب الفيل. كربوف بيضحي بيدق، والبيدق لا يستطيع أن يتجاهله الأبيض، لأن لو الفيل مثلا تراجع الأسود هيلعب جي 4 وهيطرد الحصان، وبكده يكون حصان الدي 2 ليس له حماية كافية والأسود ياخده ويفوز. ونفس المشكلة هتحدث لو الأبيض أخذ البيدق بالحصان، ولذلك فهو مجبر على أخذ البيدق بالفيل ولعب بيشوب تيكس جي 5. وهنا كربوف فاز بقطعة بسهولة ببيشوب تيكس دي 2 تشيك، والنقلة الوحيدة هي نايت تيكس دي 2، وبكده أصبح الفيل بدون حماية والأسود ممكن ياخده. لكن على أي حال كربوف فاز بقطعة بطريقة أخرى ولعب كوين اي 5، بيهدد بأخذ الحصان بتشيك ميت، وفي نفس الوقت بيهدد بالفوز بالفيل عن طريق الصف، وفي الحالتين الأسود بيفوز بقطعة ولذلك الأبيض سلم. ودلوقتي أودعكم على أمل اللقاء في الفيديو القادم، فإلى ذلك الحين أتمنى لكم أوقاتا ممتعة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.